ضيوفنا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الأمسية الجميلة في معرض الكتاب، واللي نستضيف بها شخصيتين مهمة، والأستاذ هادي النجار رئيس الجمعية، والأستاذ كفاح الأمين الباحث في شأن الصورة. موضوع هذه الندوة هو الصورة بين الفن والتوثيق، وانطلاقا من مبدأ الأبيض والأسود، الأبيض كفيزياء، موسيقى أساس الأسود، الأبيض كفيزياء هو أساس الأسود، فمن خلال الأبيض يخرج الأسود، لكون الأسود مشتق من الأبيض، والأبيض مكون من الأساس. الأبيض ليس لون، الأبيض هو شعاع ناتج من ثلاثة ألوان رئيسية هي الأحمر والأخضر والأزرق، باجتماع هذه الألوان الثلاثة يصبح عندنا الشعاع الأبيض. الأبيض كفيزياء كضوء هو شعاع وليس لون، مكون من ثلاثة ألوان رئيسية. هذه النظرية اكتشفها العالم كلارك ماكسويل عام 1860، يعني قرر بأنه الأشعة البيضاء خليط متجانس من ثلاثة ألوان رئيسية هي الأزرق أو الأحمر والأخضر والأزرق. تجتمع هذه الألوان مرة واحدة بنسب متكافئة طبعا لتنتج الشعاع الأبيض. والأسود أيضا ليس لون، كفيزياء كضوء ليس لون، هو أيضا مشتق، هو شعاع مشتق من استلاب نسب معينة من الأحمر والأخضر والأزرق ليجتمع وينشئ الشعاع الأسود. والشعاع الأسود كضوء ما موجود، يعني لا أحد يستطيع أن يرى الضوء الأسود لأنه لون محايد. الأسود ضوء محايد يجتمع مع كل الألوان. لقاؤنا اليوم مع شخصيتين مؤثرتين في الوسط الفني الفوتوغرافي العراقي، ولهما بصمات واضحة في هذا الفن. الأستاذ هادي النجار بكالوريوس فنون جميلة قسم السينما مواليد كربلاء عام 1954، وهو فوتوغرافي محترف مختص في شأن وتكنيك الصورة، وله بحوث وإسهامات كثيرة في هذا المجال، وأيضا هو رئيس الجمعية العراقية للتصوير التي تأسست عام 1972، وأستاذ مادة التصوير في معهد الفنون الجميلة. والأستاذ كفاح الأمين مواليد بغداد عام 1954، وهو فوتوغرافي محترف وباحث ومؤرخ في شأن الصورة الفوتوغرافية، له بحوث مختصة في الفوتوغراف، وأيضا له مؤلفات مهمة في هذا المجال، وهو ماجستير صحافة وإخراج تلفزيوني وسينمائي من موسكو. وأنا معكم رسول بابل، مخرج وباحث في شأن الصورة، بكالوريوس فنون جميلة قسم السيناريو، ومسؤول الثقافة والإعلام في الجمعية العراقية للتصوير. أرحب بكم أيها الضيوف الكرام، وشكرا لتواجدكم معنا في هذه الندوة المتخصصة في شأن الصورة الفوتوغرافية. كما أرحب بالأستاذ هادي النجار والأستاذ كفاح الأمين، ونبدأ على بركة الله مباشرة بالتوجه للأستاذ كفاح الأمين. اقتناء الكاميرات الفوتوغرافية كان حكرا على عوائل الطبقات الغنية في المجتمع بداية ظهوره في العالم بصورة عامة وفي العراق بصورة خاصة. السؤال: متى وأين وكيف انتشر التصوير الفوتوغرافي في العراق، ومن هم رواده؟ شكرا لك وشكرا للضيوف أيضا. من الصعب تحديد متى ظهرت الصورة الفوتوغرافية في العراق، لكن بالإمكان القول أن المساهمين في نشر الصورة الفوتوغرافية في العراق هم يعني شكلين أو طبقتين أو مجموعتين. الطبقة الأولى أو المجموعة الأولى هم الأجانب الذين كانوا في العراق، وهناك إشارات في عام 1847 أنه أخذت بعض الصور في الموصل،
لكن ما نمتلكه من وثائق دامغة ومطبوعة أنه 1852 في بغداد القنصلية البريطانية أخذت بعض الصور، يعني عندنا صور مطبوعة موجودة بالأرشيف البريطاني عن بغداد 1852. بما يخص العراقيين، تبتدي العلاقة بينهم وبين الفوتوغراف كعراقيين بين بغداد والموصل كانت مركزة منذ عام 1860، يعني وعائلة إسفابودا مشهورة، هي عائلة عراقية من أصل أرمني، ابتدأت بعض الأعمال في بغداد وثم انتشرت. وممكن نقول أنه البدايات الحقيقية الأولى هي مع الآباء الدومينيكان وبغداد أيضا في عام 1895 كان عندنا 2 استوديوات في بغداد، يعني كان هناك استوديوات تعمل وتحمل لوجو تصوير فوتوغرافي. انتشر التصوير الفوتوغرافي حقيقة مع العشرينيات، بحيث أنه اضطرت الحكومة العراقية في عام 1929 لأن تسن قانون بما يخص المصورين الفوتوغرافيين في العراق، ووضعتهم 3 أجزاء، 3 أقسام، يعني عندنا صار ضريبة يدفعوها المصورين الفوتوغرافيين في العراق 3 دوائر. بغداد كانت مقسمة 3 دوائر، دائرة أولى، دائرة ثانية، دائرة ثالثة، وبالتالي قسمت. في هذا الوقت حقيقة في عام 1929 في بغداد كانت مرخصة عندنا 9 استوديوهات كانت مرخصة تدفع الباج أو تدفع الضرائب. من هذه الاستوديوهات هم يعني عبد الكريم تبوني، وعندك أيضا عبد الرحمن الأهلي، وعندك فيكتور، وعندك بوسنجر، وأرشاك ب27 فما فوق ظهر، الدورادو 29 فما فوق ظهر. يعني كانت عندنا مجموعة من الشخصيات الفوتوغرافية اللي لعبت دور مهم. لا شك في أنه الآباء الدومينيكان في الموصل لعبوا دور مهم في عملية إيصال العمل الفوتوغرافي عبر زياراتهم للخارج، يعني كانوا هم بعلاقة مع فرنسا، وبالتالي كان زياراتهم تمنحهم الفرصة للحركة الفوتوغراف الكاميرات وما شابه ذلك. يعني بإمكان القول أنه المجموعة الأولى الأجانب والمجموعة الثانية العراقيين سيطروا على الموقف الفوتوغرافي بشكل شبه كامل، أقدر دعني أزعم بالعشرينيات. يعني بالعشرينيات الفوتوغراف في العراق هو ملك للعراقيين، أريد أدحض النظرية أو ما يزعمون أنه البريطانيين هم، لا، البريطانيين لم يكونوا فوتوغرافيين، البريطانيين ساهموا في وضع اللمسات البيروقراطية الإدارية. يعني الجيش البريطاني يطلب صورة، يطلب موظف، نتحدث عن القيمة الاجتماعية للصورة الفوتوغرافية داخل المجتمع، انتقل داخل المجتمع على أيدي الرواد الفوتوغرافيين العراقيين. يعني هسه احنا دخول الفوتوغراف بشكل رسمي أو غير رسمي عام 1847 في كتابة لايات العودة إلى نينوى يشير أن هناك معهم فرنسي مصور فوتوغرافي. لا قصدي عراقي، عراقية. لا لا، هو احنا هنا أي صورة تأخذ داخل العراق تعتبر أرث عراقي، بغض النظر من أخذ هذه الصورة. نعم. لكن أنا قسمت الموقف إلى قسمين، يعني هناك أجانب أثروا الصورة الفوتوغرافية وهناك عراقيون أثروا الصورة الفوتوغرافية، ولذلك 1847 إشارة لدخول الكاميرا إلى العراق. في 1847 تعرف أنت حضرتك 1839 تحول الصورة الفوتوغرافية في العالم بشكل كامل بعد اكتشاف داغير لنظريته في الفوتوغراف. نعم. تحول بشكل تجاري، يعني بعد 7-8 سنوات أول صورة فوتوغرافية في العالم دخلت أيضا للعراق. إذن كقانون رسمي صدر من الدولة العراقية عام 1929 هذا مثبت. لا أنا دا أتحدث أو كضرائب المصورين يدفعون كضريبة. قوانين نعم 1895 عندي 2 استوديوهات في بغداد. 1895. 95. نعم. داود غزالة عندي وعندي دونتوسيان. الاثنان كان يمتلكون استوديوهات في بغداد وهناك يعني نعم. أعمال موقعة من قبلهم يعني، ولذلك 1895 كان متواجد عندي في بغداد. ممتاز. يعني قبل 1900 التصوير الفوتوغرافي هو موجود في بغداد على شكل استوديو، وهناك عوائل، هناك أشخاص، هناك شخصيات، وهذا شيء موضوع ثاني يعني. نعم. أيضا هناك رئيس كفاح على أساس نعم. أنه الجيش البريطاني عندما دخل نعم احتاج إلى مصورين لأغراض أخذ صور
يعني شخصية للمعاملات وشيء من القبيل، على أساس يقال بأنه درب مجموعة من الأرمن لأن ما كان يتعاون مع الجيش البريطاني عدا الأرمن في هذا المجال. هذا أيضا في الرأي أستاذ، هذه فيما يخص التوصيف الرسمي الإداري للصورة الفوتوغرافية. أول شكل رسمي للحكومة العراقية طالبت به الصورة الفوتوغرافية 1932، والسبب أنه كان هناك ناقلين مجموعة من المجرمين هربوا اثنين منهم لأنه ما يعرفون أشكالهم، فصدر قرار أنه كل الدوائر أو بدأت هذا البحث الرسمي. يعني قبل 32 بإمكانها تكون محكوم ما عندك صورة أو يأخذون صورة. ذكرت الجناس القديمة ما كان أكو صورة. يعني قصدي 32 فما فوق بدأ التاريخ الرسمي البيروقراطي الإداري أنه الصورة الفوتوغرافية تصبح جزء من المجتمع. أما بما يخص الإنجليز فهم كانوا لعلاقات، بالمناسبة الإنجليز هم أول من منع التصوير الفوتوغرافي في العراق. يعني جرار المود 1917 صدر أول قرار ممنوع التصوير، وهي ممنوع التصوير استمرت إلى اليوم. لما تقرأ ممنوع التصوير هو 1917 ظهر في العراق. لطيفة. سؤال آخر أستاذ كفاح، أنا أشكرك على الجواب. وثائقيا برأيك أيهما أكثر اعتمادا موضوعيا، هل الصورة بالأبيض الأبيض والأسود أم للملون من وجهة نظرك كباحث ومؤرشف لمكان لا يزال من؟ يعني القيمة التاريخية للصورة نحو الأسود وأبيض أم نحو الملون؟ مكان موجود قائم، مثلا عندنا المحطة العالمية للسكك الحديد كأرشيف، أريد أرشيف. هو يعني هو لا يوجد يعني شيء اسمه قيمة ممكنة وقيمة غير ممكنة. كل صورة فوتوغرافية بغض النظر عن طبيعة الألوان بها لها تأويلات أو قراءاتها. يعني أنت وين تريد تستعملها، في السياسة، في الثقافة، في الملابس؟ يعني مثلا أنت كيف تستطيع أنه تتحدث عن 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 السيراميك، فن السيراميك مثلا؟ نعم. وفن السيراميك أحد خصوصياته أنه اللون. يعني في الخمسينيات أنت تصور بالأبيض والأسود أعمال سيراميكية ما بها أي طعم بالأبيض والأسود، لكن عندما تصورها بالملون راح تشوف لك الوردة، تشوف الشعاع مالتها. لكن أنت عندما تشتغل بالأبيض والأسود عن 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 غروب الشمس مثلا، طاقتها الإيحائية العاطفية عالية. وبالتالي هنا احنا كمؤرخين أو كمؤرشفين ننظر للصورة الفوتوغرافية ضمن الحيز مالها، هناك تكتسب قيمتها. يعني مو اللون وإنما الحيز اللي تعمل عليه، أنت وين تشتغل بأي مجال هذا المجال هو يحدد لك. يعني لا يمكن أنت مثلا صورة طبيعية بالألوان مثلا للجبال والورود والزهور، يعني تختلف عن طبيعة الموضوع. أكيد أكيد. أعيد السؤال بغير صيغة. مكان ما له وجود بالواقع، صور بطريقة تقنية الأبيض والأسود وصور بتقنية الملون، أيهما أكثر وثوقا كباحث أرشيفي كمؤرشف؟ أحيانا أي وين تميل يعني؟ ما يخالف. يعني أنت مرة ثانية، يعني أنا أريد مثلا حائط مثلا باب بغدادي قديم هو لونه جوزي، والمفتاح الباب مالته مايل للاحمرار. إذا تسألني أنا كذائقة توثيقية، لا، الجوزي راح يكون أليح من الأبيض والأسود. الأبيض والأسود بطاقة عاطفية، بينما الجوزي ويا الاحمرار بطاقة توثيقية. يعني هنا اللون لا يخضع للتوثيق. اللون لا يخضع للتوثيق. نعم نعم. أنا أشكرك شكرا جزيلا. أستاذ هادي، المعروف تاريخيا هو إنتاج أول صورة لها صفة البقاء عام 1826 من قبل نبيس، وكانت بالأبيض والأسود، وأيضا إنتاج أول صورة ملونة عام 1861 على يد العالم كلارك ماكسويل، من تجميع ثلاث سلبيات هي من خلال الألوان الأحمر والأخضر والأزرق. تأخر تقنية التصوير بالملون تجاريا حتى الستينات من القرن الماضي، كيف تعامل معه الرواد الأوائل؟ وهذا يجرنا لسؤال آخر، هو استخدام تقنية الفيلم حتى وقت قريب، ومن ثم اكتساح شبه تام لتقنية الديجيتال. السؤال هو مركب، كيف تعامل المصور مع هذين المتغيرين؟ يعني دخول الملون على الأسود وأبيض، ودخول الكاميرات الرقمية على
الكاميرات الفيلمية مصور. يعني قبل ما أجيب على السؤال أستاذ رسول، يعني تعرف قضية المصورين لعدة يعني أنواع من المصورين يتناولون الواقع ويتناولون الحياة بشكل عام، بس على العموم بالحقيقة ماكسويل هو لم يحصل على صورة ملونة، هو حصل على عرض ملون بالحقيقة. نعم. يعني الآن ربما يوعز كل التطور اللي موجود الآن على شاشاتنا وعلى التلفزيون إلى ماكسويل. نعم. لأن بالحقيقة هو صور بالأسد الأبيض بس عرض الصورة بالملون. طبعاً لما صور الأسد الأبيض هو صور ثلاث صور متتالية من خلال ثلاث فلاتر ملونة. نعم. ومن ثم عرض الثلاث صور هذين مجتمعة كل صورة من لون معين اللي هو الـ RGB اللي ريد والجرين والبلون، ثم صارت الألوان. فإذا عملية التصوير بالملون هو عبارة بالحقيقة عن تفكيك الألوان إلى ثلاث ألوان ومن ثم إعادة تجميعها على الشاشة. والآن شاشاتنا كلها طبعاً لها الفضل في وجود الصورة الملونة إلى ماكسويل، لأنه من خلال ثلاث ألوان جمع الصور. لكن بالحقيقة شركة أكفا في عام 1912 حصلت على أول صورة لكن لم تكن متاحة تجارياً. نعم. تجارياً أتيحت ربما مع بداية الخمسينات من القرن الماضي، يعني 1950 فما فوق، أيضاً لم تكن متاحة للمصورين. أنت تعرف أستاذ رسول عملية التصوير سابقاً لم تكن بهذه الكيفية. الآن إنتاج الصورة تحتاج أولاً إلى آلة تصوير، ولم تكن آلة تصوير تقوم بكل عمليات الإنتاج، وإنما تحتاج إلى مجموعة من العمليات الكيميائية ما يسمى بالداركروم. يعني المصور يحتاج أنه بعد ما يصور يحتاج يودي الفيلم إلى مواد كيميائية يظهر هذه الصورة، من ثم يحتاج إلى طباعتها. فبالحقيقة كان المصور يقوم بكل هذه الأعمال، المصور بالأسد الأبيض، بكل عمليات الإنتاج من عمليات التصوير بالكاميرا، ومن ثم بأكثر ما يمكن حتى عندنا بيوتات في بغداد أو في العراق كانت لديها دار كروم، يعني في مكان صغير يعزى صاحب العائلة يطبع أدوية بالبيت، هو يقوم بعملية الإنتاج وكانت ممتعة بالحقيقة. ممتعة فعلا ممتعة. وقبل مجيء الملون لم يكن له المصور الخيار في أن يختار أسد أبيض أو ملون، مجبر، هو فرض واقع أنه يجب أن يكون هناك أسد وأبيض. طبعا إحنا يطول الحديث عن الفرق بين الأسد الأبيض والملون، لكن مجيء الملون بالحقيقة إلى يعني إلى التداول يعني الشعبي نقول بما معناه، فالمصورين تعرف على نوعين. نوع المصورين يتعامل مع الواقع كواقع، والمصور الآخر هو المصور الفنان اللي هو يعني يحاول أن يعني يتعامل مع الواقع بشكل آخر ويعطي للصورة بعد آخر. طبعا لذلك نلاحظ بأنه كل المصورين بحقيقة المصورين بالذات المحترفين تعاملوا مع الحذر مع حذر باللون بالحقيقة، لأن التصوير الملون سهل، يعني ممكن تجيب كاميرا وتعبيها فيلم ملون، لكن عملية إنتاج الصورة فيما بعد التصوير هنا تكمن المشكلة بالحقيقة، لأن تحتاج إلى مواد كيميائية وتحتاج إلى عمليات معقدة جدا لم يستطع المصور أن يقوم بها. بالملون. بالملون، لذلك المصور لم يكن يعني متاح له أن يعني يقوم بكل عمليات الإنتاج والتحكم بنوعية الصورة المعروضة، وإنما هذه الأفلام تعطى إلى المختبر. والمختبر طبعاً بالستينات كانت بعض المصورين فقط من يعني يعرف كيف يتعامل مع الملون. ملون. تعرف الإضاءة راح تختلف، أسلوب تجميع الإضاءة مختلف تماماً. الأفلام الملونة لم تكن حساسيتها عالية للضوء، تحتاج إلى كمية إضاءة عالية، ولم يكن التوزيع بها بالإضاءة. أربك المصورين أربكهم. نعم. أربك المصورين. العفو. دخول الملون أربك. نعم. المصورين. يعني أو بعض المصورين. أكثر المصورين لم يتقبل الملون في بداية الأمر. بقى مستمر على الأبيض والأسود. بقى وقسم حتى بعد الثورة الرقمية اللي سهلت هذا الموضوع بقى متمسك بالأسود والأبيض. ويعني أسماء كثيرة من المصورين العراقيين، يعني على سبيل المثال عبد علي مناحي. نعم. يمكن ما شايفنا لحد الآن ولا أي صورة ملونة، رغم أنه الآن هو على قيد الحياة الرجل. ويعني عاصر قضية مجيء الملون وقضية هذا، لأنه متمسك بقضية الأسود الأبيض. الأسود الأبيض. الأسود الأبيض بالحقيقة، لأنه أنت تقوم بتجريد الواقع من اللون. نعم. فعندما ترى الصورة مباشرة المتلقي
يعني يتلقى العمل وكانه عمل فني وليس كعمل واقعي. تعرف تاريخ الفوتوغراف بالحقيقة هو تاريخ بدأ على يد العلماء ولا زال بيد العلماء ولا زال بيتطور ويطوروه قدر الإمكان إلى الوصول إلى الواقع، قدر الإمكان نقل الواقع كحقيقة، يعني من ناحية اللون، من ناحية الشكل، كل يعني بدأ التصوير بالأسود الأبيض، ثم يعني بدأت البحوث والتعديلات أنه تكون باتجاه الملون، وهذا الاقتراب للواقع بالحقيقة. نعم. بعد ذلك بدينا بالثري دي اللي هو ثلاثي الأبعاد. نعم. الآن نعيش بالعالم الافتراضي، عالم الجيم والقبول. نعم. نعم. أنت تعيش بالعالم بعد، يعني عندك نظارات ومن ثم تعيش العالم الواقع. فبالحقيقة الفوتوغراف كله هو تاريخ بالحقيقة الوصول إلى قدر أكبر قدر ممكن للوصول إلى الواقع والإيهام بأنه هذا واقع. نعم. فلذلك نلاحظ مو الفوتوغرافيين كلهم تعاملوا مع قضية إنتاج الصورة الملونة كانت معقدة جدا. معقدة نعم. تحتاج إلى مواد كيميائية وتحتاج إلى مواد كيميائية، لازم يكون عندك ظروف من ناحية درجة حرارة لا تصيد عن عشر الدرجة حتى تظهر الصورة الملونة. نعم. طبعا المصورين الواقعيين بالحقيقة تقبلوه أسرع. يعني مثلا حليم الخطاط، مثلا سال لطيف العاني، هذول كانوا يتعاملون توثيق للحدوك. تعرف عملية التوثيق كل ما تكون أقرب للواقع أكثر أصدق تكون. خدم بعض المصورين. بس مثلا فؤاد شاكر، عبد علي مناحي مثلا. مستمر فعلا. هؤلاء كانوا إنتاج يدون الصورة بها تعبير فني أكثر ما هي تعبير واقعي. لذلك وين اتجه؟ تعرف الفوتوغرافي يتيح له أن يعبر أكثر ما كان. تعرف أستاذ فؤاد يعتمد على عملية طمس بعض التفاصيل وإظهار بعض التفاصيل. نعم. بالأسد الأبيض لم تكن بالملون لم تكن متاحة بهذا الشكل. صعبة جدا. أيضا هو لم يستطيع أن يقوم بعملية تحميض وطبع حتى يستطيع أن يتمكن، بينما كان الفوتوغرافي بالأسد الأبيض يدخل إلى ذلك الروم وهو يقوم بعملية الطباعة والتلاعب بالكونتراس والتباين والتدرج وإظهار شيء وإخفاء شيء، يكون له قدرة على التلاعب بالصورة أكثر ما يكون بالأسد الأبيض. لكن لم تكن يعني تقبلوها الجميع بنفس هذا. فعلا انا يعني انا على سبيل المثال استاذ ولو اطيل عليك. لا لا بالعكس. يعني بالحقيقه لانه اتعامل مع الصوره بجانب فني اكثر، يمكن بدت بالسبعينات يعني حتى اكثر الناس بالحقيقه اعتزلوا الاسد الابيض، بدأوا فقط يصورون ملون على مستوى يعني الحياه اليوميه، يعني تصوير الذكريات او شيء من القبيل انتهى الاسد الابيض. بس لا زال بقوا الفوتوغرافيين اكثرهم. انا حتى التسعينات بديت لانه تمكنت ان اطبع وصار عندي دارك روم خاص بي بالطبع الملون، عند ذاك بديت انتج صور ملونه. وطبعا الملون كعمل اصعب من جدا صعب، تتعامل مع عده الوان جدا صعب بالابيض والاسود. انت امامك يعني العفو الابيض وتدرجاته والاسود وتدرجاته، سهل يعني سهل تتلاعب به، بس الملون مشكله. تعرف استاذ رسول عمليه يعني صناعه الفيلم الملون وطباعته. نعم. عمليه معقده. صح. انت بالحقيقه تتعامل مع ثلاثه افلام في فيلم واحد فعلا، وكل طبقه تحتاج الى تحسس معين وتحتاج الى يعني تعامل معين خاص من عندها، واي خلل في هذه العمليه يؤدي الى خلل بالالوان كلها. اذا هي التكنولوجيا احنا لازم نتقبلها الملون، وبعدين الابداع احنا يمكن متناقشين بهاي القضيه، الابداع يكون بالملون اكثر طبعا. يعني شلون انت تبدع بالملون؟ بالاسود والابيض نبدع بسيط الابداع بي. طبعا الان يعني التعامل الحديث مع الاسود والابيض مختلف تماما. نعم. كنا سابقا انت ما قبل التصوير عليك ان تقرر، لما كان عندنا مكان قبل العالم الرقمي. نعم. عليك ان تقرر ايهم تضع، فيلم ملون ام فيلم اسود وابيض. فعلا. لذلك اكثر المصورين كان الان بمجرد تلمس الزر تغير ملون الى اسود ابيض، او فيما بعد تغير، يعني عندك خيارات عديده. بس سابقا انت يمكن كان اكثر مصور يحمل كاميرتين اسود، يحمل كاميرا اسود ابيض، يحمل كاميرا ملون. فعلا. لانه مخلي بهذا الكاميرا، وربما يشيل بعض الاحيان ثلاث كاميرات، لان بكاميرا اخرى شايل فيلم ذات حساسيه عاليه في المناطق اللي هي قليله الاضاءه. فلاحظوا تعب المصور قد كان يحمل ثلاث كاميرات في آن واحد. أكيد. أشكرك أستاذ. والآن صار اختيار الأسود الأبيض فيما بعد، يعني صار اختيار افتراضي بالحقيقة. نعم. نعم. كوثيقة أيهما أكثر مصداقية للتصوير، بالفيلم
أم التصوير بالديجيتال من الناحية التقنية كوثيقة؟ طبعاً يعني أنا أريد أحتفظ بوثيقة، الاحتفاظ بالوثيقة أحتفظ بها كفيلم مصداقيتها أكثر من الديجيتال؟ أيهما أكثر مصداقية؟ طبعاً الآن يعني مصداقية الصورة على المحك طبعاً. نعم. وربما الآن يعني كثير من المنظمين لهذا الموضوع قضية إثبات هذه الصورة بعدم تلاعبها صار صعب جدا لكثرة البرامج اللي يعني وكثرة ودقة هذه البرامج من ناحية التعديل بالإضافة والحذف. لذلك نلاحظ مثلا على سبيل المثال المؤسسة العربية، المؤسسة الصورة العربية بالحق اللي في بيروت لا تقبل سوى في يعني بقبول الاعمال الا عبر النيجاتيف ملون فقط، لا تقبل الديجيتال نيجاتيف كوثيقه. كوثيقه نعم، لانه تعرف بالنيجاتيف لا يمكن التلاعب به ما قبل التصوير، صعب التلاعب به طبعا. هذا كوثيقه رسميه، كوثيقه طبعا، كوثيقه تجاريه، كوثيقه دامغه، بانه الان عندما تعرض صورة تقول لها أصل نيجاتيف. نيجاتيف طبعا هذا مهم جدا، لذلك لا أن تعتبر. والصورة الديجيتال الآن ربما تحتاج إلى كذا إثباتات حتى تثبت بأن هذه الصورة هي حقيقية. هسه احنا نتعامل ماكو نيجاتيف بالضبط، يعني هسه نوع التوثيق يعني. وبالحقيقة الآن يعني كل صورة ملونة، ربما الأخوان يعني أكثرهم ما عندهم هاي المعلومة، هناك ملف ما يسمى بالإكسف. نعم. هذا ملف ملحق لا تستطيع إلا ترى أنت هذا الملف، كل عملية أنت تقوم من بداية التصوير، نوع الكاميرا، السيريال نمبر مالتها، الفتحة، السرعة، الآيزو، نوع العدسة، استخدمت فلاش ما استخدمت فلاش، هذه كلها تثبت مع الصورة بملف مع الصورة عبر برامج معينة. نستطيع أن نطلع هاي الصورة وأين فتحت هذه الصورة، هل فتحت في برنامج الفوتوشوب أم لم تفتح في برنامج الفوتوشوب. لذلك الآن وأصبح طبعا الآن معظم المصورين بالمعارض الدولية يطالب ما يسمى بملف الراو. الراو اللي ملف هو الراو هذا وهو الخام بالحقيقة. نعم. يعني أنت أخذت الصورة من المتحسس الضوئي للكاميرا. نعم. بدون أي تلاعب وبدون هذا، إذا أنت قدمت هذا الراو تعتبر مصداقية كبيرة للصورة طبعا. هذا الـ المعلومات اللي بالصوره الديجيتال انا اقدر اتلاعب بها لو ما اقدر اتلاعب لا ما مقفل لا يمكن يعني تلعب ما تنطيها فت صفه للمصداقيه ابدا لا طبعا لا طبعا تنطيها صفه للمصداقيه طبعا اكيد الصوره الديجيتال اكيد اذا انت قدمت الراو ومعها ملف اكسف وهذا الملف اكسف لا يمكن تلعب به المصور ولا اي شخص يعني ملف الاكسف هنا راح يصير بمثابه نيجاتيف اثبات لهذه الصوره نيجاتيف طبعا بها خانات يتاح لك للأرشفة أن تضع الموقع المكان طبعا إذا أنت مخلي جي بي اس فعله بالكاميرا مالتك يحدد لك موقع الكاميرا لذلك كثير من المصورين الصحفيين بالحقيقة حريصين أن يضع الجي بي اس على بهذا الملف الإكسف لأنه إذا قال أنا صورت هذه الصورة على جبال الهملايا إذا كان تحديد الموقع موجود بالحقيقة يقول صحيح هذا تحديد الموقع موجود إثبات, إثبات رسمي راح نجي على أرشفة الصورة لا. أنتقل بالسؤال الأستاذ كفاح الأمين أعداد الاستوديوهات بغداد أعدادها يعني أكو عندنا إحصائية أكو عندنا إحصائية لعدد المصورين مثلا في بغداد في باقي المحافظات في شمال العراق جنوب العراق لو إحنا لحد الآن ما عندنا هاي المنظومة الأرشيفية اللي ممكن يستفاد منها باحث متواجدة عندنا هي الشغلة لا هو ما موجود لأنه أساساً إحنا إشكالية الأرشفة بالتوثيق هو هي منظومة وعقل يعني وبالتالي هي ليس قضية شخصية يعني يحتاج إلى مؤسسات وأرقام وإحصائيات في عقل الدولة العراقية المعاصرة من 1921 بدأت ما نسميه إليمنت بعض العناصر للتوثيق لكن التوثيق اصطدم دوماً يصطدم في طبيعة القرارات الإدارية في طبيعة الأنظمة في طريقة تعامل الإدارات مع هذه القوانين وبالتالي ما صار عندنا تراكم معرفي مستمر لكي نستطيع أن نقراها بشكل علمي
دوري صح التعبير وتراكمي ما صار عندنا يعني. وبالتالي لعدم وجود هذه المنظومة في التوثيق صار عندنا أصلا ما أقدر أسميه إشكالية الأرشف في التوثيق في الدولة العراقية المعاصرة على مستوى الدولة وعلى مستوى المؤسسة وعلى مستوى المجتمع. يعني ثلاثة عناصر مهمة تعمل في هذا المجال أحيانا تتناقض أحيانا تتناحر في طيب. يعني مثلا نظام يسقط النظام اللي يأتي بعده يمحي كل ما هو موجود، فكل ما متعلق بها بما فيه الفوتوغراف بما فيه المؤسسات كلها راح تتحطم. العائلة نفسها أو المؤسسة نفسها إن كانت إعلامية مثلا خاضعة لجهة معينة راح تحرق كل الأرشيف المتعلق بشخصية معينة أو بنظام معين. العائلة نفسها أيضا تتعرض إلى ضغوطات، ابنها بهذا الحزب، ابنها هارب، ابنها راح تدمر كل ما كل ما يتعلق بعقلنة الأرشفة وعقلنة المنظومة هذه فيها إشكالية. يعني لحد اللحظة الحالية احنا نعيش تبعيات هذا التدمير المنظم. إضافة إلى ذلك وهنا هذا خطر جدا، تأسيسات البيروقراطية الأنظمة والقوانين والتعليمات التي تخص الأرشفة والتوثيق بالعراق هي جزء من التدمير، لأن كثير من المؤسسات تخضع إلى القوانين والأنظمة. بعض الأنظمة تقول 5 سنوات كل ما يتعلق بالمؤسسة تحرق وتدمر لا معنى لها، يحتفظون فقط بما يسمى بالخط الأحمر، والخط الأحمر عادة يضم الأمني والسياسي. كل ما يتعلق بالقاعدة الاجتماعية للمجتمع يدمر، وبالتالي أنت ما عندك جهة تحافظ على هذا القيمة المعرفية التراكمية للإحصائيات والأرقام والموضوعات، ما تنتقل تدمر هنا حكوميا، يجي الحزب يدمرها، تجي الدولة تدمرها، يجي المجتمع يدمرها، وبالتالي أنت عندك يعني إشكالية كبيرة تماما في الـ في الـ في الـ الأرشفة العراقية. وضمن هذا المشهد لذلك احنا عندنا ما بين قوسين الذاكرة العراقية مدمرة. الذاكرة العراقية مدمرة مو لأن احنا ما نمتلك ذاكرة، نمتلك ذاكرة قوية لكن ما بها تراكمية، ما مؤرشفة، ما موضوعة. يعني انت الآن تجيب صورة مال الملك وكأنما انت مخترع في الشيء، والسبب مع العلم بالمناسبة ما طبع بالزمن الملكي من الصور الفوتوغرافية أكثر من الأنظمة الباقية، لكنها دمرت وبيدت عن بكرة بيها يعني وبيدت. وبالتالي أنت دوما التاريخ يصنع من خلال ما توثق وتضع أمام الباحثين أمام الكتاب أمام المؤسسات. ما عندنا هذا الشيء. يعني أنا هذا كان سؤالي، يعني أنا هسه كباحث نعم أريد أبحث مثلا بأي مجال بأي اختصاص بأي مجال يعني نعم. أكو فد مركز وطني مثلا محتفظ بفد كتلة أرشيفية أنا ممكن نعم. أطلع عليها يعني ما عدا المكتبة الوطنية مثلا؟ هو بما فيها المكتبة الوطنية وهو أيضا يخضع إلى موضوعتين. المكتبة الوطنية أيضا إذا تروح تزورها ما عدا أرشفة تقنية متطورة، يعني لا يزال أرشيف يدوي. طيب إذا أنت عندك 10 ملايين وثيقة أرشيف بالتوثيق يحتاج لك 20 سنة حتى بس تسجل أرقامها، ناهيك عن دراستها الأوبشنات أنه ماذا تمثل أي موضوع الملابس المكان، يعني هاي التفصيلات. يعني أنت عندك مشكلة في النظام، نظام الأرشفة ذاته وما خلي نسميه السياسة الأرشيفية للبلد. النظام الأرشفة والسياسة الأرشيفية في اللحظة الحالية دعني أزعم أنها مرتبكة وغير واضحة المعالم، وهي بحاجة مثل كل البنية الاجتماعية العراقية السياسية الاقتصادية الثقافية الرياضية بحاجة إلى تطوير ودراسات. لا يوجد عندنا أرشيف بالمعنى الحقيقي. ما يعني أنت تروح لأي مكتبة، روح لأي جامعة، روح لأي كلية الآداب، قل له أريد الأعداد مال صدرتوها بالخمسينيات عن كلية الآداب، ما عندهم. منو مسؤول عنها؟ نعم. هاي منو مسؤول عنها؟ منو لازم يحكي بيها؟ يعني منو لازم يخلي لها قانون؟ مرة ثانية، الأرشفة في العالم كلها هي سلسلة مترابطة مع بعضها. عندك دولة
وهي توفر الموارد لإنشاء هذا النظام، وبعد إنشاء هذا النظام يتحول إلى مؤسسات، وهذه المؤسسات تبني علاقة بينها وبين المجتمع. المجتمع من هو؟ مؤسسات المجتمع المدني، الصحافة، الإعلام، وسائل الإعلام، المواطنين. هذه الآلية تحتاج إلى موارد وقوانين. إحنا لا موارد موجودة عندنا ولا قوانين ولا قوانين، وبالتالي أنت تضطر كشخص أن تحتفظ. أنت كشخص تحتفظ، تحتفظ بماذا؟ تحتفظ بأشياء بسيطة. نعم. أنت لا يمكن أن تمسك العراق كله من شماله إلى جنوبه، لأنه الموارد تحتاج ويحتاج قوانين. أنت لما يتوفر عندك الموارد القوانين تقدر تنظم العقل المطلوب. يعني أنت بحاجة إلى باحثين، أنت مو فقط تجيبها وتخليها بالداخل الصندوق، لازم تخرجها من الصندوق، تقراها، تحللها، وتعيد ضخها. عندما تعيد ضخها وين تعيد ضخها؟ بالمكتبات الوطنية، بالتلفزيون. لاحظ التلفزيون العراقي، التلفزيون العراقي فشي، يعني إلى حد ما أحيانا أشعر بخجل. يعني كل المحطات التلفزيونية عندما تستعيد الماضي العراقي 80% من الأرشيف ماله نفسه تماما، يشيلوه منه شاب ذكي شوية يقطع يصعد، ولا نفس الصبر. والسبب أنه يلجؤون للإنترنت، وما هو موجود بالإنترنت، واستنفذ ماك موارد جديدة تعمل على سحب ما هو موجود. يعني عندك أنت في داخل العراق وخارج العراق وبالمزادات العالمية عندك أرشيف عراقي بإمكانك استعادته. هذا الأرشيف إذا استعادناه واشتريناه من المواطنين، اشتريناه من المؤسسات، ووضعناه ضمن منظومة أرشيفية، ذاك الوقت نستفاد. ما عندنا هو هذا إذا موجود سهلة واحد يقدر يقتنيه، بس أنا أشاهد عيان أنه النسبة العظمى احترقت انتهت، يعني سينما والمسرح أو بال لا يزال. إذا تسمح لي أنا لازلت متفائلا. الأرشيف العراقي وبشكل خاص أنا أتحدث عن الفوتوغراف. نعم. إحنا معدل ما هو متوفر الآن الافتراضي من 14 إلى 15 مليون صورة كفوتوغراف موجود. أنا حكيت على الوثيقة المرئية السينمائية والتلفزيونية، وبالتالي أنت تتعامل معه ما هو موجود، بمعنى أنه التلف ما تقدر تستعيده. لا طبعا أكيد، لكن على الأقل المتواجد هالملايين من الصور لو جرى الاحتفاظ بها والتعامل بها كوثائق معنية بالذاكرة العراقية كنز كبير. أنا باعتقادي. أنا أشكرك أستاذ كفاح. توجه بالسؤال أستاذ هادي، طلنا عليك طبعا بس الحديث شيق. الأرشيف الفوتوغرافي أو أرشيف المصور الشخصي أو ثقافة الأرشفة ضرورية، هل تلتمس هذه الثقافة في الوسط الفوتوغرافي في العراق؟ وبرأيك هل الأرشفة فقط مقتصرة على الصورة أم يجب تضمينها معلومات مهمة غير الزمان والمكان، يعني ما يرافقه من حدث؟ أنه أنا أوثق هذه الصورة، أوثق ملفاتها، وأوثق الحدث بها، يعني يصير المصور هو كاتب. برأيك هذا الشيء موجود عندنا بالعراق؟ لا للأسف ما موجود. أكثر مصورين بالحقيقة حتى يحتفظ أفلامه بطريقة خاطئة. طريقة خاطئة؟ خاطئة طبعا. يعني أكثر الأحيان أشوف كل مصور مخليلة علب صغيرة. طبعا نحكي عن نيجاتيف، انا ما نحكي عن نيجاتيف او الديجيتال، حتى الديجيتال طبعا. نعم. النيجاتيف عاده شو يسوي؟ يخليه بلفافه ويخليه داخل العلبه ويحتفظ ويكتب فد ليبل عليه، هذا الفيلم مثلا بفلان تالي. هو بالحقيقه اكو هناك وسائل، يعني في زماننا حتى في زمن الاسد للارشفه، نعم، كان هناك بوكس فايل وكل فايل بسلايدات. نعم. كل خمس صور، وايضا يعني تحت كل صورة موجودة مجال لأن تكتب ملاحظة عليها، وأيضا صفحة ثانية ما يسمى بطباعة الكونتاكت. يعني أنت تعرف النيجاتيف لا ترى الوجوه بشكل صحيح، تنطبع يسموه طبع ملامس، يعني بوزيتيف وموجب اللي أمامها. أستطيع أن أشوف هذه الصور المصغرات ومن ثم أن أكتب على كل صورة أو أكتب فوق بالهيد مكان أخذ الصورة. للأسف أنا ما شفت لكثير من المصورين بالحقيقة، يضيع عندنا أرشيف كبير جدا بهذه الطريقة. وعودا على بدء ما يعني تحدثت به مع أستاذ كفاح،
حبل الأرشيف. إحنا عندنا كنوز بالعراق بالحقيقة. نعم. لكن هذه مدفونة في عند المصور نفسه إذا كان لا زال على قيد الحياة ولا يعرف التصرف بها الحقيقة. وأيضا عندنا في بيوتات المصورين الذين يعني فارقوا الحياة كثير المصور الآن أكثر اللي يعني محتفظ بال على أمل أن يكون هناك يعني كشف لهذا الكنز ومن ثم يحصل على مالك. لا طبعا التعامل مع الأرشيف ليس بهذه الطريقة. يعني أضرب مثال لتجربة لطيف العاني والآن هو معرضة موجود هنا في القاعة الأخرى. هذا الرجل استخدم يعني الطريقة الصحيحة لطرح الأرشيف مالته. هو قصدي يعني هاي الطريقة. طبعاً إحنا مثل ما قال الأستاذ كفاح نحتاج إلى مؤسسات، مؤسسات راعية ولها موارد وبها يعني قوانين وتحفظ حقوق وعقود مع أصحاب الأرشيف، لهم حقوق ولهم واجبات. المؤسسة العربية طرح الأستاذ لطيف العاني ذهب بأرشيفه كاملاً إلى المؤسسة العربية للصورة النيجاتيف. في بيروت. النيجاتيف. نيجاتيف طبعاً. نعم. وعقد اتفاقية مع المؤسسة في أنه أولاً تحفظ أرشيفها بشكل جيد في خزانات خاصة. نعم. تعرف هاي الأفلام مصنعة من مواد حيوانية من الجيلاتين وهو عظام البقر يعني. فهذه المادة جيلاتينية قابلة أن تكون هناك بكتيريا وهذه أنت بالحقيقة تتلف أرشيف مهم جداً. هذه تحفظ في حافظات خاصة ضد البكتيريا وتحفظ بدرجة حرارة معينة ولا ترى الضوء يعني الضوء قليل عليها وتحفظ في مكانات خاصة للحفاظ عليها أطول فترة ممكنة لأن هذا في الحقيقة تاريخ بصري وذاكرة بصرية مهمة جدا في أن إحنا الشعب العراقي في سنة 1900 كيف كان يعيش كيف كانت ملابسه كيف كان شكل الشارع شكل عمود الكهرباء شلون كان هذا كله تاريخ يكتب لي فلذلك الصورة هي أصدق وتعرفون يعني ماكو أصدق من الصورة في كوثيقة فعلاً. لذلك فعلاً. الحفاظ عليها كان مهم جدا. هذه المؤسسة لها وسائلها وأساليبها في طرح هذا الأرشيف. هاي المؤسسة العربية. نعم وكان لطيف العاني أصلا غير معروف عالميا الآن لطيف العاني يعتبر ولو يعني في اعتقادي هذا يعني مبالغ به هو قبل الفوتوغراف العراقي الله يرحمه بسبب ظهور أرشيفه إلى العالم مو بسبب انه هو اخذ هذا يعني هذا المنصب هو مو باستحقاقه بالحقيقه ومو قبل الفوتوغراف طبعا العراقي. هذا لكن لانه ظهر للعالم بهذا الشكل متاخر جدا يعني ظهوره للعالم بقى حوالي 10 الى 12 سنه الى ان بدا العالم يعرف ارشيفه وبدت الان دول العالم كلها وفاز بجوائز مهمه جدا ومن الجوائز اللي تعتبر مثل جائزه نوبل هي جائزه الامير كلاوس في هولندا نعم تتاح فقط للمصورين اللي أضافوا لمسات كبيرة بالبلد. طيب أستاذ هادي هذا ما يعني ما يخلي عندنا فد دافع إنه ننشئ فد مركز لحفظ هذا الأرشيف حتى لو يعني مركز متواضع أقلها ما يضيع هذا الأرشيف. والله تعرف أستاذ رسول إحنا كجمعية الجمعية العراقية للتصوير حاولنا مع وزارة الثقافة بالحقيقة وأهم شيء أن يعني تعرف أنت حتى تأسس أرشيف تحتاج إلى مكان وهذا المكان ضروري أن يكون فيما بعد أن أنا قصدي حتى لو فد مكان بسيط يعني نبدي بالخطوة الأولى أنت تقنع الناس أن يعطوك أرشيفهم ويعتبره هو كنز بطريقة يعني نقول مقنعة للآخرين بأن أنت مؤسسة مدعومة من الدولة ومؤسسة قائمة ولها حقوق ولها من الصعب إقناع شخص إذا تسمح لي أستاذ هادي هذا يحتاج بالحقيقة أستاذ هادي هو بالحقيقة أنه الموضوع أيضا يعني إحنا خلنا نأخذ ما أعرف شنو معنى كلمة متواضعة ونبتدي نحن نتحدث عن تاريخ ثقافي عراقي شرق أوسطي له قيمة آلاف السنين بالتالي إحنا لا نتحدث عن شخصنة ثلاثة أربع أصدقاء كل واحد يخلي 10 ملايين وخمس ملايين عراقي طبعاً. الموضوع يخص الذاكرة العراقية الآن هي في ارتباك وفي إشكالية استعادة مفهوم المواطنة تطوير الديمقراطية السياسية تطوير التنمية الوطنية وضع لمسات ثقافية واضحة ضمن الصراع الثقافي في المنطقة على الدولة العراقية أن تضع الموارد الكاملة لهذا الموضوع بما يخص التشكيليين بما يخص الفوتوغرافيين بما يخص الفنانين نحن الآن نتحدث عن أرث ثقافي ولذلك اسمح لي أستاذ رسول نعم. أن يضد فكرة تبسيط الموضوع
علينا أن نضغط باتجاه أن يكون هناك موارد حقيقية للثقافة العراقية. هو ما تحدث عنه هذا الأستاذ. موارد حقيقية وليس قصة أنه أصدقاء وجمعية، جمعية مؤسسة صغيرة تماما. نحن نتحدث عن ذاكرة عراقية، ذاكرة العراقية. الآن أنت روح بأي بلد عربي قول أنا من بغداد، يقفون على قدميهم لأنه بغداد اسم، العراق اسم. مع هذا الاسم، مع هذا العبق، أنت بحاجة إلى موارد حقيقية أستاذ رسول. نعم. نحن علينا أن نضغط باتجاه توفير الموارد الحق وتشريع القوانين والأنظمة التي تحفظ الأرث الثقافي المحسوس الذي هو في التدمير، في النهب، في ما أعرف وين دي يروح. أنا كل هذه الموضوعات أستاذ رسول إحنا بحاجة. نعم. حقيقة بهذا الاتجاه. هذا ما أنا أكو سؤال بهالخصوص. نعم. سأوجه لك إياه، بس أنا قصدي شنو بال يعني بالمتواضع. المتواضع مو يعني نشتغل إحنا بطريقة عشوائية أو بس نريد نجمع. أنا قصدي شنو يعني إذا الكلام حسب القوانين وندعمنا بالأموال من الحكومة أكيد أنا أخذ لي فد دونا ما أسوي لي بأرشيف. بس أنا إذا ما عندي هذا والخطوة الأولى ما عندي. أستاذ رسول أسألك سؤال. نعم. أنت تمتلك أرشيف أم لا تمتلك؟ أنا عندي أرشيف طبعا. طيب هل تستطيع يعني مجددا أقول لك انطيني الأرشيف مالتك أنا حتى كجمعية، ما تيجي تقول لي وين مكان راح تحفظ الأرشيف مالتي؟ أنا أعطيك يا والله الطريق. لا لا أنت الطريقة اللي راح أحفظ بها الأرشيف مالتك. هو قصدي إحنا هاي الخطوة وينها؟ أظهر ما هو العقد اللي أوقع وياك حتى وينها هاي الخطوة؟ أستاذ رسول، ما هي الضمانات؟ أستاذ رسول، المؤسسة العربية للصورة تحدث عنها أستاذ هادي في بيروت. يمكن أخذ دورة أستاذ كفاح، يمكن أخذ دورة بها شلون يحفظ على حافظ على الصور. فقط الثلاجة مالتهم اللي يحفظون بها الصور 360,000 دولار. فقط الثلاجة تحفظ النيجاتفات. وإحنا نتحدث مع وزارات ومع مسؤولين يتحدثون عن 5 مليون عراقي. طبعاً غير البوكسات اللي هي. أي فقط تحدثنا ضد يعني موارد تسخر موارد لازم. إذا القضية ما راح تكفينا بهاي الندوة والأخ. نعم. المخرج يعني انطانا دقيقتين وأنا عندي سؤال أختم به ويا. نعم. حضرتك أستاذ كفاح، نظام الأرشفة في العراق لا وجود له، هاي متفقين. نعم. تعتقد مجلداتك اللي حضرتك اشتغلت عليها اللي هي 9 مجلدات. نعم. ممكن تكون مرجع للباحثين وأنا شلون أقدر أحصل عليها؟ نعم، بالإمكان أنه تستفاد منها كمرجع. والسبب أنه الأسلوب اللي استعملته أنا في الإعداد لهذه المجلدات وإنتاجها أنه لم أعيد صياغتها ولا كتابتها، وإنما رحت إلى الأورجينال للنص الأصلي وسويتها سكنر وخليتها، لكنني تعاملت معها كحكاية، يعني ليس هناك عشوائية. ولذلك الحكاية مالتي من 1920 لما ابتدأت وانتهت ب 1910، 90 سنة وعشر سنوات السابقة كانت ما نسميه احنا كرونولوجيا، تتابع زمني، تعاقب زمني مع الأرشيف الأورجينال. ولذلك الباحث اللي يريد يستفاد منها المجلدات، أنا ما موجود بداخل المجلدات، المجلدات هي موجودة، بمعنى النص عندما يتحدث أنا وضعت صورة النص حقيقية. يعني أنت ما عندك رأي مطلقا. ما عندك رأي مطلقا. الحقيقة كما هي، مطلق كما هو التاريخ العراقي كتب وضعته أنا، أكتب اسم المجلة، اسم الجريدة، تاريخها، اسم المقالة وصورتها. إذا هي يطلع ابن عمك مكتوب اسمه بالغلط أنا ما مسؤول. نعم. عنه، هاي الوثيقة هكذا. إذن شنو دور الباحث؟ نعم. هنا يروح يستفاد من الوثيقة ويحاول أنه يدرسها. أنا وفرت له معلومات، بالمناسبة إحنا أكثر من 5 ملايين صفحة وجريدة ومجلة أنا درست حتى أنتج بي 1800 صفحة، وبالتالي يعني أرشيف ضخم بمساعدة المكتبة الوطنية كان يعني. الوقت لا يسعفنا. شكرا. نحتاج إلى ساعات كثيرة. أنا أشكرك أستاذ كفاح الأمين، والشكر موصول أيضا للأستاذ هادي النجار على هذه الأمسية اللطيفة الجميلة المفعمة بالمعلومات، وشكرا جزيلا لجميع الحضور، وإن شاء الله نلتقيكم في محاضرات أخرى. نعم.